لكن واحد العدد تاع المكونات اللي كيعاونوا في تحطيم الارقام القياسه بما فيهم يعني الدون نتاع الشخص، التمارين نتاعو والطريقه التمارين نتاعو، ايضا المعدات الرياضيه كتعاون، الحلبه كتعاون. فانا فرحان وتبعت السباق من الاول اون لايف، وكنظن على انه كان سباق رائع وكيستحق لانه بذل مجهود كبير لا هو لا الثاني. وهذه هي الرياضه، هذا هو هذه هي يعني لا بوتي نتاع الرياضه. فرحت كثير نهار حطمت انا الرقم القياسي، وفرحت ايضا كثير ليه لانه هو حطم الرقم القياسي. وهذه هي الحياه، الحياه تستمر. اليوم باقيين 4 تاع الارقام القياسيه، واحد داخل الصاله اللي هو المايل، ولكن نقدر نقول لك على انه بقوا 3 من اصعب الارقام القياسيه اللي صعيب كثير باش تحطم، اللي هو ال 1500 متر، هو المايل.